شيخنا النشأة. أما النشأة نعم. فكانت في بوركينا بدءا من هوندي تلك البلدة. نعم. إلا أني انتقلت إلى المدينة الثانية وهي بوبو جولاسو. نعم. لانتقال والدي إلى بوبو، لأن والدي كان في هوندي، وهذا الوالد كان صاحب تجارة، كان طالبا للمال. نعم. والحمد لله أغناه الله في ذلك الوقت، كان تاجرا. نعم نعم الحمد لله. رأيت. لكن انتقل بعدما أنعم الله عليه بمال كثير، فانتقل إلى المدينة هذه. نعم. وهي أكبر من تلك المدينة التي كان فيها وولدت فيها. انتقل إلى المدينة الكبيرة الثانية وهي بوبو جولاسو. نعم. ففي بوبو هم يختصروها بوبو. بوبو. نعم. ففي بوبو جولاسو. نعم. أيوة بدأت طلب العلم. ما شاء الله. لكن في سن مبكر، لعله من العمر وعمري 5 أو 6 ست سنوات. ما شاء الله. فأدخلني والدي في مدرسة يقال فيها كتاتيب، مدرسة كتاتيب أو صغار الطلبة يأتون في هذه المدرسة لقراءة القرآن، لقراءة القرآن. الله أكبر. رأيت. نعم. رأيت. فدخلت في هذه المدرسة، إلى أنه لما دخلني في هذه المدرسة مكثت فيها لعله سنوات أو سنة أو سنتين أو هكذا، ليس بكثير. فاتفق أن مرضت فغبت عن المدرسة. نعم. ثم بعد ذلك شفيت ورجعت، لكن عند رجوعي قال والدي عند مرضك ما جاء أحد من المدرسة ليزورك أو يسأل عن خبرك، فغضب. الله المستعان. فأخرجني من هذه المدرسة، من الكتاتيب. ما فيها خير، يقول ما فيها خير. إلى مدرسة أخرى. نعم. هي على النظام المدرسي المعاصر قديما. نعم. وكانوا يقرؤون فيها القرآن أيضا. نعم. فأدخلني في هذه المدرسة الثانية، وهي كانت أقرب أو قريبة من بيتنا أكثر من المدرسة الأولى الكتاتيب. أسهل عليك. أيوه. نعم. واصلت طلب العلم في هذه المدرسة حسب نظامهم. كانوا عندهم قراءة القرآن، يقرأون القرآن، قراءة القرآن دون حفظ، لكن قد تجد بعضهم يحفظون لكن نعم. دون حفظ. فإذا قرأ الطالب العلم القرآن من أول إلى آخره فيقال أنه القرآن، فيقيمون محفلا. يا سلام. أو حفلا كما يقال. نعم نعم. لإتمام القرآن. ما شاء الله. إتمام قراءة القرآن. أيوة. نظر. أيوة. نعم. شيء نظرا. نظرا. نعم. شيء عظيم يا شيخنا. نعم. شيء عظيم في إفريقيا. نعم. يعني واحد يقرأ القرآن كاملا شيء عظيم. الحمد لله. نعم. فعلى كل حال هناك دراسة عنده، هناك دراسة على الطريقة المدرسية، فدخلت في هذه الطريقة. لعلها هذا الأمر إذا كان مرتب في المدارس هذه يكون أفضل في الدراسة. نعم. ترتيب نعم. وكذا. نعم. نعم. كانوا مع القرآن. كانوا عندهم ترتيبهم. ترتيبهم. نعم. ما حسب ما وصلوا إليه. فكانت هناك المدارس، فالمدرسة كانت تدرس فيها الكتب. هذا في كانت عندهم 3 مراحل. أيوة. الابتدائية والإعدادية والثانوية فقط. نعم. الثانوية. رأيت. نعم. وأنا قرأت هذه، قرأت في هذه المراحل كلها. ما شاء الله. وكان مدير المدرسة يرغب، أو إذا وجد طالبا له نشاط أو له اجتهاد فيقول له اقرأ، تقرأ في كتاب من كتب الفقه المختصرة على مذهب مالك. ما شاء الله. رأيت. أو في كتب مختصر، في كتاب مختصر ثم متوسط ثم مطول هكذا من كتب اللغة. أيوة. نعم. رأيت. إما الفقه واللغة. أو إما الفقه واللغة. نعم. هذا كان يفعله بعض الطلبة.
وكنت من هؤلاء. ما شاء الله. فكنت أقرأ بعض الكتب، فمن هناك قرأنا مختصر الأخضري في الفقه، وكذلك متن العشماوي والمقدمة العزية للجماعة الأزهرية، وكذلك الرسالة إلى الرسالة. ما شاء الله. خارج عن النظام المدرسي. النظام المدرسي. رايت. هذا من توفيق الله سبحانه. رايت. نعم. وهكذا وبقيت في هذه المدرسة على هذا الوضع إلى المرحلة الثانوية عنده، وكان هذا المدير رأى على كل حال رأى فيا اجتهادا وهكذا ورغبة في طلب العلم. نعم. وكان والدي يحثني على العلم أيضا، مع أن والدي ما تعلم. لكن كان مع بعض أهل العلم وأحب الإسلام كما يقال، فكان يرغبني أيضا في طلب العلم بإرشاد من هؤلاء العلماء الذين كانوا معهم كمدير هذه المدرسة التي كنت فيها أولا. ما شاء الله. فهذا المدير لما آنس مني رغبة في طلب العلم قال لي يا فلان، في يوم من الأيام هكذا يحدثني، قال هناك شيخ في مالي أنا أعرفه، يقول هو يعرفه لأنه سابقا كان ذهب إلى مالي وكذا غير مالي هو، فقال هذا الشيخ جيد، وصفه بالعلم وبكاء وهكذا بالعلم وما إلى ذلك، قال لي لو رحت إليه جيد. فهنا حتكون شيخنا مسألة الرحلة، صحيح؟ أيوة. إذن هنا بدأت نبدأ الرحلة. هذا المرحلة الرحلة يا شيخ. يلا طيب الحمد لله.